الحمد لله يا ربي، الحمد لله، بحمدك على عيونه وكمان على جسمه وعلى طوله، بس أكتر شي بصراحة بحمدك يا ربي على طبعه لك دخيله أنا. شو عم ساوي شكران؟ ايه معلش يا حبيبي، كتار اللي عيونهم علينا مشان هيك أنا عم حوص. لك شو هالحركات هاي بنص هالليالي؟ بدي أحكي معك كلمتين بس ما كنت تهدي. يا ربي لك أنا محظوظة فيك، يلا أحكي. يا الله قديش مبسوطة، أنت بتعرف إنه أنا بموت فيك كتير؟ إذا خلصتي وصلتك بدي أحكي بقى. أنت طلب، بعطيك عمري كله حبيبي. شكران. طيب شو بدك تقول؟ شو مشربينك؟ ليكي بكرة بيصادف ذكرى عيد زواجنا. يعني عم بتقول قبل بوقت وعم تنزع المفاجأة، أو يكون أنا بموت فيك. وحياتك يا روحي، وأنا بحبك كتير كمان، بس ما راح أتحمل وما فيني استنى لبكرة. شكران حبيبي، كأنه عم تتصرف مثل المراهقين وأنا بموت بهي الحالة. غمض عيوني ما هيك؟ طبعا. طيب يعقوب، أنت ما مرقت ولا سنة نسيت فيها ذكرى زواجنا، مع أنك أنت الألماس الحقيقي بحياتي حبيبي. أي ألماس هاد؟ منين طلعتي بهالقصة هلأ؟ هاي خطر ببالي، لا تتوتر. إيه مو مشكلة، فتح عيوني. رح فتحهم. هاي الهدية يا يعقوب؟ شو الموضوع؟ لا تكون ما عجبتك ها؟ مو هيك أبداً. ليكي ها؟ حلوة. الدفعة كبيرة كتير يعقوب بيك، رح نطالع 6 شحنات، كل شي جاهز، ومبارح كملنا قسم كبير من التحميل. بالبرادات في بين 5 و6 دفعات رمان، وقت نتأكد انه نتحمله كله رح نطالع السيارات. انت في عندك تعليق على شي؟ نوب، كل شي ممتاز، بآخر نقلة كان كله تمام ومبسوط من شغلك. شكرا لك، بصراحة مجموعة رقان كانت قد الحمل، ونحن جاهزين لنقدم خدماتنا لكم. لسه رح نشتغل مع بعض كتير، بكفي انه نكون فهمانين على بعض، فهمت علي؟ طبعا، لما رح تطلع السيارات رح أبعت الوراق كاملة بإيميل لمنى خانم. هلأ بطلب الإذن من حضرتك. بالإذن منك. موفق إن شاء الله. من الصبح ناطر فرصة لأحكي معك ولوحدنا، وما كان يعرف يمشي شوية نقليات وشوية رمان وبرادات، رح ينفجر مخي. يا لطيف شو غليظ. منى؟ يا نعم. لا تنسي المسا نحن سوا، وفي مفاجأة إليك. عن جد أنا صار عندي فضول، يلا قلي لأشوف، أعطيني أول حرف. الأول؟ شو لا ما فيني، أصلا أنا ماسك حالي بالقوة بس لحتى ما أحكي لك. بتعرفي شو مشكلتي؟ ما برتاح إذا ما حكيت مفاجأة أو السر ونزعتهم، بيتولد ضغط جواتي وبصير بقول يعقوب قول يعقوب قول، ولهيك ما لازم قول. أصلاً هي أول مرة بحياتي بحفظ سر كل هالقد، لو سمحتي سكري على الموضوع، ما بدي أفتح تمي. طيب منيح. لو تشوفي يعقوب كيف كان عم يكذب علي مبارح، قال شو جايب لي بارفان، بس طبعاً أنا ما بيمشوا علي هالحركات. شو عم بتقولي؟ معاساس خاتم. روقي واسمعي شو بدي أقول. أنا لما شفت شو جايب لي حسيت بلش العرق يزرب، قلت أكيد هذا الزلمة بلش يلعب بديله، بيلهيني بالعطور والخاتم لغيري. بعدين الحمد لله تذكرت قصة الحجز بالمطعم، ولا بتعرفي كنت قتلته فورا بإيدي. أنا ما فهمت شو علاقة هذا الحجز؟ لك كيف شو العلاقة؟ على عشا مخطط إنه يهديني الخاتم، حاجز طاولة كرمالنا، يمكن يفاجئني فيه بالصحن تبعي. طلع رومانسي وبيطير العقل، مفاجأته بتجنن. المسا بتجي لحالك ولا بدك اجي انا اخدك؟ ما بعرف،
انت بعت لي مسج وبجي لحالي. خلاص راح ابعت لك مسج وبنلتقي. طيب مثل ما بدك. هالوش الحلو. اوف وهذا مو ظابط. هلا يعقوب بيوصل وانا لهلا ما عرفت شو بدي البس. اخ يعقوب، يعني طالما مخبي علي مثل هيك مفاجأة، بس لو مبدل العطر بشي فستان مرتب. طالما بدك تجيب لي هدية. شكرا خانم. غصون شو صار لك يا بنت؟ كنتي رح توقفي لي قلبي. بدي قلك لا تنطري على الفاضي، يعقوب بيك مانو هون من الصبح وانا مزروعه وناطرته، لا رجع ولا بيا. شو دخلك غصون؟ بيجي بيجي، ما بيجي هو حر، لا يكون جوزك ومالي خبر. ناطره على نار. شكرا خانم، من لما شفته لهداك الخاتم كاني عم بستنى احلى مسلسل رومانسي. امتى رح يعطيك اياه؟ كيف رح يقدم لك اياه؟ وين رح يقدمه؟ الله يكبر لك هالعقل غصون ويحميني من عينك. معناتها عينك اللي صابتني، اللي ساعات ناطرته وما له اثر الرجال. الله ينتقم منك. انت اهدي ولا تتوتري، لانه التوتر رح ياثر على جمالك. روحي وتعي بسرعه لحتى تحكي لي. لك ماني رايقت لك غصون، تركيني احسن ما فيش خلي فيكي. والله بزعل منك اذا ما بترجعي وتحكي لي شو صار. منى حبيبتي تأخرتي. شكرا. كل عيد زواج وانت بخير يا يعقوب.